الغياب بيتصل بينا من تاني ضابط أندرو زي ما تعودنا قبل كده. بنشكرك على خدماتك اللي بتقدمها لمدينتنا. ايه الجديد؟ انت عارف ان انا معجب بيك يا مستر جيمسون، بس انا اتعاملت مع سبايدر مان لما منعنا رجالة ويلسون فيسك من سرقة الهربات تاني، والحقيقة انه شجاع. لحظة يا صاحبي، انا مش بشكك في كلامك، انا واثق ان اللي قلته حصل. ما فكرتش انه من مصلحة سبايدر مان مساعدتك؟ ازاي يعني؟ واضح ان في عداوة طويلة بينه وبين فيسك وعايز يبعده، بس ده ما يخليهوش حمل وديع، ده معناه انه هو حقد. اسمع انا فاهمك، بس ليه ما نفترضش ان هو عنده حق؟ ليه؟ لانه مستخبي ورا القناع ده. انت اتدربت وكرمت شرطك وعملت شغلك اليومي وهو بيجري ويستخبى. لو اتخبيت في الاضرار اللي هو عملها هيحصل ايه؟ انا هشتغل في الاعمال الاداريه لحد ما اطلع معاش، ويمكن ابقى على مكتب طول الوقت. وليه يا صديقي؟ هو انت لازم تتبع القواعد دي وهو لا؟ انت عارف دي فعلا وجهه نظر. عرفت انك هتغير رايك. عملنا المستحيل يا دكتور، لكن دلوقتي أنا لازم أدمره بابتكار بسيط من عندي. لدينا لقطات مباشرة للعمدة أوسبورن وهو أسير على سطح برج أوسبورن. أنت عايزني أتوسل؟ مش هيحصل. العالم هيعرف الحقيقة قبل ما يمسكوك من على الرصيف. قول لهم انت عملت ايه؟ انا ابدا. كل حاجه عندك مبنيه على الكذب. الكذب. سرقت شركتي وافكاري. دلوقتي الحقيقه. الحقيقة. حاضر. الحقيقة هي إنك كنت تستحق اللعنة لما كنت شغل حسابي. الحقيقة هي إنك ما قدرتش تتقبل إني أحسن منك. أنت فاشل يا أوتو، وهتفضل دايما فاشل. أوتو، اشتغلت طول عمرك في مساعدة الناس. أرجوك تحارب الشخص الغلط، بس اعملها بطريقة. ما عندناش وقت.
أرجوك! أنا هسلم المصل المضاد لما يدفع أصبر ثمن جرايمه. أرجوك اديني المصل بس! عملت كفاية عشان تدمر أصبر! لا! هيرجع تاني! لازم يخسر كل حاجة! شايفك لابس بدلة جديدة! مش هتساعد! أنا عارف نقط ضعفك! ما عنديش نقاط ضعف! وبعدها نعمل اللي انت عايزه. انا عارف كويس انا عاوز ايه. ابعد عن وشي قبل ما اديك. قد ايه بيدفع لك اصبر عشان تحميه؟ ها؟ صدقني انا مش بحميه، انا بحاول احافظ على المدينه. انت بتأذي نفسك بس.
المصل المضاد، وأوعدك إن أوسبورن هيدخل السجن. كذاب، بالضبط زي أوسبورن، كذاب على طول. إيه اللي حصل للراجل اللي عايز يساعد الناس؟ الضعيف، الخسران، انتهى. دكتور، انت مش بتفكر بوضوح. بالعكس، اخيرا اتضح للأرض. ارجوك، كل ثانية بنتقاتل فيها ممكن شخص يموت. ايوه، اصبرنا هيدفع ثمن كل ده. كنت عارف؟ حاولت أحذرك يا بيتر، بس أنت ما سمعتش. كنت عارف. أنا مش هسيبك تفوز. ده بيعني كتير ليا. مش أكتر ما هو مهم ليا. Thank you.
فضلك فكر في الراجل اللي كنتوا قبل كده. انتهى الأمر، مش هتقدر تنقذني يا بيتر. يبقى هتضطر تنقذ نفسك. ما تعبتش، اتصبت بس. أدو كفاية داخل نفسك. لو عاوز تغير العالم لازم تكون من الناس اللي بيقدروا ياخدوا أصعب القرارات. أنا موافق جدا. كنت بالنسبة لي ابن، أنا كان لازم أعرف إنك هتعاديني زي الباقيين. لف لف، كنت بقدرك، عقلك ضميرك عايزين يساعدوا الناس. الطريق اللي عمرك ما تخليت عنه ده بسبب إن الرجالة اللي زينا ملتزمين مسؤولية، بنستعمل مواهبنا في خدمة غيرنا حتى لو هما ما قدروش ده. لازم نعمل الأفضل للناس اللي تحتنا سواء فهموه ولا لا. لا انت غلط، كنت كل حاجة انا عايز اكونها، بس انت ضيعت كل ده. ايوه طبعا انت صح يا بيتر. شفت ده دلوقتي، التفاعل العصبي أثر على دماغي، لكن أقدر أصلحه. ممكن نصلحه مع بعض لو ساعدتني. هعمل اللي أقدر عليه. هتاخد أفضل مساعدة وعدك. لا، لو أخدوني بعيد هاخدوا دراعي، هتسجن في الجسم اللي ملوش لازمة. أرجوك يا بيتر، ده ما كانش أنا. أنت قلت إنك مش هتتخلى عني، أنت وعدتني، فاكر؟ وطبعا هتكون مرتاح وسرك هيكون في امان معايا. اعمل اللي شايفه احسن يا دكتور، كل شيء ممكن لاي حد. بيتر، حتى لما بتوجع بشده. بيتر رايح فين؟ بيتر بيتر.
هيتطبق، بس هنحتاج نموذج كامل علشان ننتج جرعات زيادة. طيب هو هياخد وقت قد ايه؟ ساعات في اليوم. هيحصل ايه لو عالجنا بيه حد؟ مش هيتبقى مصل للباقي. هسيبك دقايق. ما تخافيش هتكوني كويسة، المصل معايا هنا. اقلع القناع بتاعك، عايزة أشوف وش ابن أختي. كنت عارف؟ أعرفك من زمان. ما كنتش عايزك تقلقي. حقيقي وأنا فخورة فعلا بيك قوي، وبن هو كمان، وكل اللي انت انقذتهم. مش عارف اعمل ايه. ايوه ده حقيقي. وبعدين؟ أهلاً، ماري جين واتسون، مساعد محرر. مبروك. شكراً. كنت متأكد إنك هتنجحي. الأخبار؟ اتوظفت؟ لا، لكن هكون معاك يا حبيبتي. شكراً. في الواقع فكرت إني أغير المهنة. أيوة، أعتقد إني عايزة أبقى شيف. أنا أسفة، بس أنت عالم شاطر كمان. المشروع الأخير اللي اشتغلت عليه خلقت أخطبوط متوحش دمر معظم المدينة تقريباً. أيوة. أقصد أنت بتعمل فراخ بالكاري وحشة. فعلاً، لسه بشتغل على أفكار للفطير. هتخيم؟
مكاني الجديد مش هيكون جاهز غير بعد اسبوع، فهروح اقعد مع مايلز الكام ليله اللي جايين دول. او عارف انت ممكن تقعد عندي على طول ده لو انت حابب. لا اقصد ايوه اقصد مش عايز، لا مش عايز يعني انا عايز بس ده لو انت حابه. ده اللي على طول كنت عايزاه. ولا انا انا مش خبير ولا اي حاجة، بس اظن ان الموضوع في طريقة سؤالك ليها. حاسس اني عصبي جدا. ماشي، انت عايز ده فين؟ هنا كويس جدا. صح. وبعدين يا بيت؟ ايوه، انا عايز اتكلم معاك في حاجة، حاجة ما اقدرش اقولها لماما. عامل ايه؟ كويس. في حاجات غريبة بتحصل بدنيا مثلا. طيب انت عارف انك في السن اللي جسمك بيتغير فيه، وعشان كده هتلاحظ ان بعض المناطق مثلا مش ده.
افتكرت انه استنى انا هوري لك احسن انا هوري لك هوري لا 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 لا, لا. غريب جدا صح؟ مش غريب قوي يعني.
احنا كنا قريبين جدا. بس هحاول تاني، هلاقي علاج، هلاقي. بحبك يا ابني. نداء إلى الضباط، بلاغ من شاهد عن صفقة ممنوعة. الضباط القريبين من جرامرسي أرجو الإبلاغ.